الكوبايه وبحط فيها ميه، ميه عاديه من ميه من الحنفيه عادي، او ميه اللي هي الميه اللي هي هنديها للطفل، وبحط عليها نقطتين ثلاثه كده بصل، يعني بصل زي ما بنقول ميه البصل، وبروح حط عليها عسل ابيض الجزء اللي هو الباقي ده. يعني مثلا ايه حوالي مثلا يعني تكمله الكوبايه، وبشربها للطفل خلال ثواني معدوده بين تنزل حراره درجه الحراره الطبيعيه بعد اضافه الكمادات والحاجات دي، لان هو طبعا في جزء بيأثر الهايبوثالاموس. يعني بتنزل مثلا درجه الحراره، افرض درجه الحراره دي 40، فعشان انزلها مره واحده ل 37 وشرطتين، ما ينفعش انزلها كلها من داخل الجسم، لازم يبقى في جزء بيشتغل عليه بالكمادات اللي هي السقعه، وجزء بيبقى من الداخلي. فباخد الجزء الداخلي ده عباره عن ميه فعليها نقط بصل زائد عسل ابيض زائد اللي بشربها وزائد الكمادات. الميه دي قد ايه؟ يعني نص كوبايه مثلا؟ نص كوبايه. وبعدين عليها 3 4 نقط بصل. يبقى نص كوبايه عليها 3 4 نقط بصل. النقط دي يعني حجم قد ايه؟ ما انا عاوزين نقولها بالصلصه. يعني نص معلقه، نص معلقه، نص معلقه صغيره، نص معلقه من عصير البصل. نص معلقه، وبعد كده بقى تحط عليها 3 4 معالق كبيره عسل ابيض. طيب يعني عشان بس الناس يبقوا عارفينها، يعني الوصفه دي ان هم يجوا يجربوها. وصفه سهله طبعا، عارف انها مش ما فيهاش مشاكل، تاثير سلبي ولا حاجه. لا ما فيهاش اي حاجه، بالعكس ده يكون اكبر فايده.